صباح الخير، اليوم من مدينة طرابلس معرض الكتاب بداخل معرض طرابلس الدولي. شو رايكم نديروا في طلة مع بعضنا نشوف شو الموجودة من دور نشر وشن فيه من كتب جديدة موجودة؟ اليوم آخر يوم في معرض الكتاب أنا في مدينة طرابلس. هذا مدخل القاعة اللي فيها المعرض، يعني المعرض مش موجود في كامل بنايات معرض طرابلس الدولي وإنما موجود في قاعة معينة. هذا أحد الأقسام الخاص بالأطفال. ليه المعرض عجبكم؟ معنا الأستاذ فتحي فتوري ناجي أحد العارضين للكتب هنا في المعرض. المقر هذا جناح دار الرواد. دار الرواد هذه إقامتها طبعا في طرابلس في مجمع الإداري ذات العماد برج 4 الدور الأرضي، وهي دار نشر وتوزيع، دار نشر وتوزيع، ولها عدة إصدارات موجودة الآن في الدار، مجموعة كبيرة من الإصدارات، وفي إصدارات إن شاء الله في الطريق. رئيس مجلس الإدارة لهذه الدار الأستاذ سالم سعدون بالتيخ، وهو من الناشرين الأوائل في ليبيا. كم لها سنة هي الدار حقتها؟ لها قريب حوالي 30 سنة. 30 سنة 28 27 سنة. ما شاء الله، عدد المنشورات تقريبا. والله العدد المنشورات مجازين أحصائي يفوت 100 يعني. ما شاء الله ما شاء الله، يعني من الدور القديمة. الدور القديمة يا أستاذ، طبعا المتخصص في مجال الكتاب من سنة 64. ما شاء الله. وفي العادة شنو تتمحور العناوين حول أي موضوع؟ طبعا العناوين موجودة أمامنا، زي مثلا علم الميراث في القانون وفي حقوق الإنسان في القانون، حتى هو الكتب إصدارات جديدة هذه في 2000 اللي هو جدلية المجال والهوية، مدخل لتاريخ ليبيا للأستاذ محمود أحمد أبو صوة، كذلك اللغة الليبية القديمة وكتاباتها، مقارنة بين الأمازيغية والعربية، هذه إنشاء في 2000 في سنة 2020. كذلك الأستاذ عبد اللطيف الشوارف بارك الله فيه، له كتابان اللي هو من حصاد العمر، وكذلك قلمي والصحافة، هذا الأستاذ المبدع والشيخ عبد اللطيف الشوارف. كذلك للدكتور علي أحمد عتيقة اللي هي بين الإرادة والأمل، ذكريات وتجارب حياتي، هذه إصداراتي. كذلك الدكتور اللي هو أخو الأستاذ علي جمعة أحمد عتيقة، مذكرات في السجن والغربة. طبعا احنا وكلاء حصريين لإصدارات إكسفورد لجميع أنواع الإصدارات في ليبيا. المعرض جاء في وقت الكورونا، ومع هذا أفراد الهلال الأحمر الليبي قايمين بيواجههم على أحسن، والشباب والله زي النوارة، يعني ربي يحفظهم وربي يساعدهم. والله كالنحل، كخلية النحل، بارك الله فيهم. من خلال الأسبوع من يوم الخميس الماضي إلى يوم الخميس، والله كخلية نحل، يا ربي يبارك الجميع وإن شاء الله يرفع عنا الله الوباء والبلاء. يعني بعض الناشرين عبارة عن جامعات حد ذاتها، جامعة غريان. الجناح هذا مخصص لمؤسسة توالت للثقافة الأمازيغية ودار تيرا للنشر والطباعة. بالنسبة للجناح هذا في مجموعة كبيرة من الكتب اللي لها علاقة بالثقافة الأمازيغية والمذهب الأباضي.
في صندوق الوصف حتلقوا رابط لقناة الصديق الأستاذ مدغيس اللي يسرد في سرد جميل للتاريخ الليبي عامة وتاريخ الأمازيغ خاصة وجبل نافوسة بالأخص والكثير من الأشياء الأخرى. ننصح بشدة أنكم تشاهدوها. استوقفنا هنا موجود طوابع قديمة هلبة ما شاء الله يعني متنوعة من ليبيا. فأخونا الاسم كريم بنا عبد الحفيد الصادق بن عون، أنا الرئيس الحالي للجمعية الوطنية الليبية اللي هو الطوابع والعملات. ما شاء الله. المجموعة هذه لولا هي نحاول أن نبرز فيها تاريخ الطوابع الليبية من بدايتها، من قبل بداية صدور الطوابع بالصفة اللي نعرفوها احنا تو. هذه مجموعة أختام كانت تستخدم على البريد بعدة مدن ليبية قديمة قبل صدور الطوابع، مدينة نالوت، الزوارة، طرابلس، بنغازي، درنة، كلها عندها أختام خاصة بها تختم بها الرسائل. بعدين استمرت العملية لين جاء الطابع، دخل الطابع اللي نعرفوه بالصفة الموجودة حاليا. استخدم الطابع التركي في ليبيا أيام الدولة العثمانية، لكن الطابع لا يعد ليبي إلا إذا كان مختوم بأحد الأختام اللي سابق ذكرها، يعني مكتوب عليه اسم أحد المدن أو القرى الليبية. في بعد ذلك العصر جت بدت القنصلية الفرنسية والقنصلية الإيطالية باستخدام الطوابع البريدية انتعاتهم لزيادة الحركة البريدية بين البلدين، أصدرت هذه أول مجموعة طوابع استعملوها الإيطاليين وشحوها باسم ليبيا. هذه أول مجموعة صدرت بعد الاحتلال الإيطالي باسم ليبيا، كطوابع باسم ليبيا. استمرت إيطاليا في إصدار الطوابع البريدية لإقليم برقة وإقليم طرابلس والجنوب الليبي، إلى أن وضعت ليبيا تحت الانتداب البريطاني بالنسبة لولاية طرابلس الغرب، والفرنسي للجنوب فزان، والإقليم برقة كان شبه فيه استقلال ذاتي. فالفرنسيين استعملوا الطوابع الإيطالية وشحوها بالفرنسي، وصدروا بعض الطوابع مثلا لمدينة فزان ومدينة غدامس، والإنجليز استعملوا الطوابع بتاعتهم وشحوها بالعلامة بتاعتهم الميدل إيست ميلدري، يعني الحكومة، إلى أن جاء وقت الاستقلال. هذه أول مجموعة طوابع صدرت بعد الاستقلال اللي عليها صورة الملك إدريس. الملك إدريس اعترض على وجود صورته في الطوابع، صدرت مجموعات تانية بشعار الدولة اللي هو التاج. هذه أول مجموعة صدرت بعد الاستقلال. هذه آخر مجموعة صدرت لعهد المملكة الليبية، وهذه آخر صورة للملك إدريس. بعدين طلعت مجموعة الجمهورية، هذه أول مجموعة في الجمهورية، هذه آخر مجموعة في الجمهورية. بعدين تغير الاسم ولت الجماهيرية، هذه أول مجموعة في الجماهيرية وهذه آخر مجموعة في الجماهيرية. بعدين تغيرت مرة تانية ولت عظمى، هذه أول مجموعة في العظمى وهذه آخر مجموعة في العظمى. وهذه أول إصدارات دولة ليبيا بعد 17 فبراير. هذه بعض الحوالات البرية البريدية، كان البريد يستعمل في الحوالات البريدية للناس، مثلا تدفع المبلغ وتستلمه في منطقة تانية كحوالة بريدية. هذا هي موجود عندنا هنا مجموعة تورخ بمعارك الجهاد الليبي. هذا مقال كتبته صحفية أردنية على طوابع الجهاد الليبي. هذه بعض المعارك اللي هي 44 معركة مختارة صدرت لها طوابع. هذه المجموعة هنا المعركة تكون في عهد الإيطالي ولا في عهد الإيطالي؟ لا، في العهد الإيطالي. هذه كلها طوابع صدرت في عهد الجمهورية، يعني الجماهيرية. هذا الأستاذ محمد علي سيالة هو المصمم أو الرسام تاع الطوابع، المصمم والرسام تاع معارك الجهاد ومعظم الطوابع الليبية. هذه المجموعة عملناها للتعريف بمعرض طرابلس الدولي، لأول مجموعة فضلت لمعرض طرابلس الدولي إلى آخر مجموعة فيه. الجمعية تحاول أنها تحافظ على الإرث هدايا وتعرف الشباب زيكم بهالموروث الثقافي الجميل. أيوة. الجمعية أنت أسست؟ الجمعية أسست سنة 2016. 2016. يعني. مقرها؟ مقرها في طرابلس. طرابلس. هذا البوست بتاعها.
ممكن أكثر حاجة عجبتني في المعرض هو موضوع الطوابع، فيها إبراز التاريخ الليبي ما شاء الله، يعني تنوع مش عادي. هذه نهاية الجولة داخل معرض الكتاب، أرجو أن تكون عجبتكم، لا تنسوش تشتركوا بالقناة، ونشوفكم إن شاء الله في مهرجانات وفي مواعيد أخرى داخل ليبيا وخارجها بعون الله. قريبا إن شاء الله رحلة إلى وادي مدخندوش و أثار جرمة وكذلك البحيرات الصحراوية. مصر الأتربة يحييكم، والسلام عليكم. Thank you.